السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اقتدينا فاهتدينا. وهو طلحة بن عبيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، ثم استقبل وجوه الصحابة وقال وهو يشير إلى طلحة: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. ولم تكن ثمة بشرى يتمناها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطير قلوبهم شوقا إليها أكثر من هذه البشرى التي قلدها صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله. لقد اطمأن إذن إلى عاقبة أمره ومصير حياته، فسيحيا ويموت وهو واحد من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولم تنله فتنة ولن يدركه لغوب، وقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. فماذا كانت حياة هذا المبشر الكريم؟ وعلى الرغم من جاهه في قومه وثرائه العريض وتجارته الناجحة، فقد حمل حظه من اضطهاد قريش، إذ وكل به بأبي بكر نوفل ابن خويلد الذي كان يدعى بأسد قريش، بيد أن اضطهادهما لم يطل مداه، إذ خجلت قريش من نفسها وخافت عاقبة عملها. وهاجر طلحة إلى المدينة عندما أمر المسلمون بالهجرة، ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا غزوة بدر، حيث كان قد ندبه صلى الله عليه وسلم ومعه سعيد بن زيد في مهمة خارج المدينة. وعندما أنجزاها وعاد قافلين إلى المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه عائدين من غزوة بدر، فآلم نفسيتهما أن يفوتهما أجر المشاركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أولى غزواته، بيد أن صلى الله عليه وسلم أهدى إلى قلوبهما طمأنينة سابغة وأنبأهما أن لهما من الأجر والمثوبة مثل ما للمقاتلين تماما، وقسم لهما من غنائم المعركة مثل من شهدها. وفي جميع المشاهد والغزوات كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في مقدمة الصفوف، يبتغي وجه الله ويفتدي راية رسوله. ويعيش طلحة وسط الجماعة المسلمة، يعبد الله مع العابدين، ويجاهد في سبيله مع المجاهدين، ويرسي بساعديه مع سواعد إخوانه قواعد الدين الجديد الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا قضى حق ربه راح يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، منميا تجارته الرابحة وأعماله الناجحة. وكان طلحة من أكثر المسلمين ثراء وأنماهم ثروة، وكانت ثروته كلها في خدمة الدين الذي حمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم رايته، وكان كثيرا ما ينفق منه بغير حساب، وكان الله سبحانه وتعالى ينميه له بغير حساب. ولقد أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم طلحة الجود وطلحة الخير وطلحة الفياض إطراء لجوده المفيد، وما أكثر ما كان ينفق من أمواله مرة واحدة، فإن الله الكريم كان يردها إليه أضعافا مضاعفة. ولما كان يوم غزوة أحد أبلى فيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بلاء حسنا، وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت وحماه من الكفار، وافتدى عنه النبل بيده حتى قطعت أصابعه ووقاه بنفسه. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما يتذكر يوم أحد: ذلك كله كان يوم طلحة، كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ولأبي عبيدة بن الجراح: دونكم أخاكم. فنظرنا فإذا به 70 بين طعنة وضربة ورمية، وإذا أصابعه مقطوعة، فأصلحنا من شأنه. استشهد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في معركة الجمل،
حيث رمى مروان بن الحكم سهماً أصاب الطلحة، فظل جرحه ينزف حتى مات، وكان أول من استشهد في معركة الجمل.